عزيزي المعلم، هل تعلم أنفع ما تعلمه لطلابك؟ أن تعلمهم كيف يتعلمون. لقد تغير الزمان، لم يعد الحصول على المعلومة أمرا عسيرا، أصبحت المعلومة الآن على بعد نقرة فأرة أو لمسة شاشة لا أكثر. منذ مدة أخبرتني زوجتي أنها نسيت أرقام حقيبة السفر، وكان هذا ليلة السفر، فكتبت في جوجل كيف تفتح حقيبة السفر، فوجدت مقطعا من دقيقتين يشرح الأمر. المشكلة الآن ليست في شح المعلومات، المشكلة الآن في انفجار المعلومات وطوفانها. نحتاج أن نعلم الطالب كيف يبحث عما يريد في هذا الكم الهائل من المعلومات، كيف يميز الغثة من السمين، كيف ينظم المعلومات، كيف يستفيد منها، كيف يفيد الآخرين منها. ونحتاج أن نعلمهم أخلاقيات العلم، أن يحرصوا على ما ينفعهم، أن ينسبوه لمصدره، وأن تكون لهم مساهمات في زيادة المعرفة.